ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة حديث قيس بن أبي حازم عند الطبراني قال: دخلت على أبي بكر فرأيت امرأته أسماء، امرأة موشومة اليدين، يعني أنها وشمت، ولكن كان هذا الوشم في الجاهلية. هذا لا يدل، لما؟ لأنها كانت تذب عن أبي بكر، بدليل أن الحالة حالة مرض وهي تداوي زوجها، ولذلك وصفوه بأنه نحيف أو رقيق رضي الله عنه لما دخلوا عليه. مثل هذه الأدلة غريبة أن يستدل بها.